قبلها بعشر سنين أيضا يعني عرفوا الآن القصة، لأن الشافعي رحمه الله أرسل خطابا للإمام أحمد رحمه الله، قال والله رأيت في المنام مرارا، أكثر من مرة، يقولون ثلاث مرات، يشوف الشافعي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويقول له أوصيك وبك توصي أحمد أنه راح يتعرض لفتنة عظيمة، فإياك وإجابتهم على ما أرادوك أن تقوله. يعني كل شيء ولا توافقهم. شنهوا القول إلى الآن؟ ما بدت المحنة ولا حد يدري، ولا قالوا القرآن مخلوق. قبل أكثر من عشر سنين يا شيخ، قبل أكثر من عشر سنوات الشافعي أرسل خطابا وحملها لواحد من تلاميذه أنه ما تسلمها إلا يدا بيد لأحمد بن حنبل. أحمد يوم شافها بكى. الرسول يتكرر على الشافعي يقول له تكفى أوصي أحمد أنه إيش لا يقولها، خل يصبر، خل يصبر وله الجنة يا شيخ. فهذه ومحمد بن نوح هي اللي صبرت، صبرت أحمد يا شيخ. نعم. فشدوا كثير جدا، وأعظم من شد طبعا أواخر أيام المأمون، قال جيبوهم، وبدأوا بالقتل يعني عشوائي. وبعدين قالوا لا، لازم قبل ما نقتل نعلن ونسوي مثل محاكمة، إقامة حجة، إقامة حجة كما زعموا، وأقاموها في أيام المعتصم الخبيث اللي تحبون أنتم، ألا تقولون ومعتصم، وين المعتصم؟ معتصم خبيث يا شيخ، مدوخونا في التاريخ أنه ومعتصم، هو معتصم يا شيخ. ها؟ هو اللي نصر السنة. أي سنة نصرها؟ أسألك بالله، أي سنة نصرها؟ سنة أحمد بن أبي دؤاد، سنة واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، أي سنة؟ أي سنة نصرها؟